خليني اخذ على ما يقولوا الحاله، نفترض حاله انا وانت اليوم في تحديدا في المرحله عاليه الاثر اللي هي اخر مرحله، اللي هي اخر مرحله واللي يتم فيها ايقاف كل الخدمات بما فيها الخدمات الماليه. التنظيم قال انه لا يجب ان يترتب الايقاف على ضرر يمتد لتابعي الشخص باي حال، باي حال. صحيح. انا اليوم عندي رب اسره، صحيح، وتم ايقاف خدماته لنفترض على مطالبه ماليه كمبياله او سند لامر او ايا كان. صحيح. وتم ايقاف حساباته البنكيه. لا، هنا السؤال، كيف تتم العمليه؟ اولا ايقاف الحسابات الماليه حساباته الشخصيه وحساب راتبه، لكن خلنا نتكلم عن حساب، لكنها مقننه ايضا ايقاف الخدمات، بمعنى ان الايقاف لا يتم باكثر من 30%. ما يكون على كامل الحساب ابدا، ولا يشمل الضمان، ولا يشمل الإعانات، ولا يشمل الاستقطاعات. هو يتعلق فقط بأمور مالية، وهذا حتى في قضاء التنفيذ لا يستطيع أن يوقفه بأكثر من هذا إذا لم يكفي المبلغ طبعا. لكن مسألة يعني أن يكون هناك تطرق وإلحاق الضرر بالتابعين، هنا يرتفع الإيقاف. والنظام نص يحق للشخص انه يرفع للمحكمه المختصه برفع الضرر. اصلا من مفهومنا احنا القانوني لهذه الضوابط ان المنصه الالكترونيه لن تجيزه، يعني لن تفعل ايقاف الخدمات اذا تطرق هذا الايقاف الى الحاق ضرر باي حال. لان ايقاف الخدمات يسبقه دراسه ومعاينه لحاله الموقف او من يطلب ايقاف تنفيذه، وبالتالي يتم القرار بناء عليه. وبالتالي يتم القرار عليه، يعني ليس فقط ايقاف خدمات بمجرد تقديم الطلب او بمجرد، لا، سيدرس الحاله، سيتم التاكد بانه لا يلحق ضرر بالتابعين، سيتم التاكد بانه لا يتعلق بالعمل وبالتعليم وبالصحه وبالنواحي التي ترتبط به، سيتم التاكد من حاله طلب الايقاف، هل يترتب على الايقاف ضرر بين ولا يمكن تداركه، وهكذا.